ايوه في ملكة. يا اخي اسلم يا زين اسلم كلامكم يا اهل السعوديه، يا زين يا كلامكم بعد كلام حي خشمك بقلبك. بلوتوث. والله انكم ما في برجالي بالسام. اسلم سلام. مدرسين الزبده ابوك؟ كان ابوي يدرسني في المتوسط، اصلا كنت وقتها ادرس الحالي في مدرسه تحفيظ قران ابوك ابتدائي. ابوك مو مدرس، كان مدرس متقاعد. كنت ادرس في الابتدائي في مدرسه تحفيظ قران، بعدين تلددت شوي عندي بعض الامور ولا ارتحت في المدرسه. في اخر سنه خلاص سادس ابتدائي، يعني الحين رايح المتوسط، لا خلاص كذا يعني ما شوي صار عندي بعض المشاكل كم ماده، والبيئه شوي يعني ما مقطع بعد كلام اخير. عايم قطعتها والله عايم يا اخي، قطعتها يا اخي قطعتها. يا انا اول مره افتح حلجي، اول مره افتح حلجي. عايم اسمه وجه الله. انت معي انت معي خلاص. راح 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 كمل الزبده. قلت لا 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 لا, لا, لا. انا بيجي ايه اسمعني. انا ما داني صوته، تكفى والله ما داني صوته. الله يرحم والدينك، ما داني صوتها. ما راح عمره صغير صغير عمره مالي صوتها ما داني يدغدغ ذاني. لا تلوم عمره صغير صغير ما داني. لا تلوم عمره صغير صغير. ابا ابوك يا ولد وخ. الصوت هذا انا مدني. طيب انت جيت ولا في سالفه؟ عبد الله عبد الله انت جيت ولا في سالفه؟ تبي تسمعها ولا تبي تنفخ بالنسبه يا بابا؟ انا مداني والله، لو داري ما فقعتها. غبي كمل. اسلم اسلم يا فيصل. قال اسلم اخر سنه كلمني ابوي قال تجي معي، تبيني اجيبك؟ قلت تكفى. اي بابا متوسطه. في المتوسط واروح معه وادرس معه، واحلى ايام حياتي كانت ذيك الايام. كانت مدرسه هذا بالابتدائي تحفيظ قران ولا ايش متوسطه ولا طبيعيه؟ يعني قصدي علمي ولا ادبي؟ عامي علمي عام عام. ايه اسلم عام. علمي يعني ها؟ علمي علميه علمي. ناسي وش اصل المصطلح من زمان. اسلم الزبده ما ادري ايش اسمها. ايه؟ علميه علمي علمي علمي. هذيك تحفيظ وهذه فيها كيمياء وذا وخلاص. خلاص في علمي وادبي وادرس معه. طراه المعلمين والمدرسين. ابوي يقول انتبه لا يمد مدرس على يدك. ابوك يقول لانه يعرفني انا ما منضبط، لا اني اقل الادب ولا اني بخطي ولا اني الحمد لله يعني ماسك اموري. واذا اخطيت يعرف كيف يعاقبني ابوي. فجاء مدرس المدرسين قال افتح يدك. قلت ماني فاتح يدي. قال اقول افتح يدك. قلت ماني فاتح يدي. ابوي يقول لحد بلا سبب. ايه قال بافتح. لا 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 فهمت غلط. لا انا رقدت انا في الحصه رقدت ما شاء الله. قال الطالب المثابر منضبط منضبط. قال افتح يدك. قال قوم قوم اطلع برا. قلت ماني بطالع صاطي ابوي المدرسه خلاص. قال افتح يدك. قوم بيضربني بيدي. قلت لا ماني فاتح يدي. ابوي يقول لحد لا تخلي احد يضربك. قال روح عند الوكيل وبجيك. يجينا عند الوكيل ينادي ابوي. ليت ما ليتني ما ديدي ليت الارض ليتني ما ديدي ومخلي الدكتور الاستاذ يضربني واروح الوكيل. رحت للوكيل. يجيني ابوي ويعلم الاستاذ ذا. يناديني ابوي قدام الطلاب العالم كله تشهير ويا العلط. استقبلني كذا بالسجاده تشهير كوف في وجهي هناك. بس انا قايل لك كذا. ايوه ايوه كف. لا لا وقف. فاعطاني يعني اعطاني درس ان خلاص تنضبط فعلا. خلاصه هذا الموقف نستنضبط تصفيقي انا اخلص من الموضوع انك دائما بعض الامور وبعض السوالف تفكر فيها قبل تقولها. صح بعض السوالف لا بسوالف. لا والله سالفه انجزله ومبدع